دي الهول مارك بتاعتها لابد انها تكون موجوده.
الميديا فيشن تفعل الطفل ده بنسبة 99% مش محتاج يتحول، سواء أنا في مكان ما فيهوش أوفثالمولوجيست أو هو مش معاه فلوس أو أيا كان، فده مش محتاج يتحول في الغالب. فأنا عشان أصنفه عنده بفرق بنوع الدسشارج. الووتر دسشارج في الغالب فيرال، ما بديلوش علاج خالص. لو هو كلير ووتر يعني كأنه دموع بس دموع كتير، لو هو ميكو بيرمنت ده بكتيريال، ده لازم ياخد انتي بايوتيك. لو هو بيرمنت ده مونوكوكال او كلاميديك، بالاضافه للتوبيكال لازم ياخد سيستميك انتي بايوتيك. يبقى الووتر ديسشارج ما تدوش عليه خالص، الميكو بيرمنت اديله قطره، البيرمنت لازم قطره ولازم سيستميك. السيريال انجكشن ده لازم يتحول ليه؟ لانه سببه حاجه من الاثنين في الاطفال. في الكبار هنا ديفرنشال دايجنوزس تاني، حاجه اسمها كيراتايتس او كورنيا الاصل، هنشوفها صورتها مع بعض. يعني الكورنيا نفسها انفليت او متعور وده فيجن ثريتنينج، او حاجه ليها صوره بالتخصص بتاعنا اسمها ايريدوسايكلايتس، يعني يوفيايتس اللي هي الميد اللي هي كمان انفليت، يعني مش بقينا بنتكلم في الاكسترنال كوت، لا في الميدل كوت، والاثنين دول في منتهى الخطورة. يبقى الكيراتايتس الكورنيا انفكشن احيانا بتعمل ابسس، بتجيب سيريال انجكشن، الاقي انجكشن ماكسيمم سنترالي. والحاجة التانية من اسباب السيريال انجكشن حاجة اسمها يوفيايتس، الايرس نفسه انفليت، واحيانا الانفلاميشن يبقى سو انتنس ان هو ينزل بس، يعني بالنيكل اي او بالتوش او حتى بلمبة الموبايل هلاقي ليفل اوف بس كده تحت الكورنيا تحت البيوبل. دي از اكستريملي سيريس كيس، واحيانا حتى بالنيكل اي ممكن الاقي تيومر لايك ليجنز، كان الطفل جوه عينه عنده تيومرز او ماسز من عنف الانفلاميشن. برضه شورتلي سريعا هاخد تاني موضوع هتاتش عليه بيهم البيديابيشنز قبل ما نعدي على حاجات تانية very quickly. حالات الريتينوباثي او بريماتيورتي للسبب افاض الاساتذه والزملاء النيوناتولوجيست، انا هدي البرود جايد لاينز ولحضرتك قصدوا اي حاجه في التفاصيل، يعني ده شغلنا وشرفوني بالاسئله. مهم جدا فيهم السكرين
during her discharge. حاجة اسمها أكوبيك كاتاركت اللي هو شكله في الصورة اللي فوق على اليمين. أنا هختم مش هطول على حضراتكم أكتر من كده بالصورة الأخيرة دي. البيشنت اللي عنده هايبوكسيا ممتدة أو هايبركامنيا ممتدة نتيجة الأن كنترولد أزمة بيحصل حاجة اسمها سيرز ديتاتشمنت ريتينا، يعني الشبكية الطبيعية أهي تفصل عن مكانها بفلود نتيجة الأكسجين القليل والكربون دايوكسيد العالي. أنا بشكر حسن استماعكم وهسيب المحاضرة لكم. شكرا لكم يا إيمان على اللطيف.